من قتل الكويت؟ من قتل الكويت؟ ينفجر السؤال في عقلي وفي قلبي كنهر من لهب. ينفجر السؤال في عقلي وفي قلبي كنهر من لهب. كيف تموت وردة بلا سبب؟ كيف تموت نخلة بلا سبب؟ هل أجنبي يا ترى قاتلها أم عربي جاء من أرض العرب؟ من قتل الكويت؟ من ذبح الحمامة الجميلة البيضاء؟ من قتل القصيدة الشفافة الزرقاء؟ من سرق الكويت من ذاكرة الأولاد والياقوت من خواتم النساء؟ من سرق التاريخ والجغرافيا واغتصب الزمان والمكان والحياة والأحياء واقتلع الشعوب من مكانها وغير الوجوه والعيون والأسماء؟ من قتل الكويت؟ من قتل الكويت؟ من حكم النخيل بالإعدام والقمر الأخضر بالإعدام والكحلة في عين الخليجيات بالإعدام؟ من قتل الكويت؟ لم يسقط القاتل من سحابة ولا أتى من عالم المجهول. لم يسقط القاتل من سحابة ولا أتى من عالم الأحلام. أما اشتركنا كلنا في كورس النظام؟ أما هتفنا كلنا لسيد النظام؟ أما مسحنا من قتل الكويت؟ لن يسقط القاتل من سحابة ولا أتى من عالم الأحلام. أما اشتركنا كلنا في كورس النظام؟ هذا الذي قد قتل الكويت، هذا الذي قد قتل الكويت يا سادتي لم يأتي من غياهب المجهول، فهو امتداد مرعب لفكر كربلاء وعنف كربلاء ومقتل الحسين مغدورا على رمال كربلاء. قاتلها من منتجات أرضنا كالقمح والشعير والبقول. قاتلها ليس سوى مغامر سطى على عباءة الرسول. قتل الكويت، هذا الذي قد قتل الكويت لم يأتي من فراغ، وإنما جاء إلى الوجود من أرحامنا، من وجهنا الشاحب، من عاهاتنا، من مكرنا وغدرنا وحبنا لذاتنا وعقدة السلطة في دمائنا. هذا الذي قد قتل الكويت ليس بلا سلالة، فإنه من لحمنا ودم. هذا الذي هذا الذي قد قتل الكويت، هذا الذي قد قتل الكويت ليس بلا سلالة، فإنه من دمنا ولحمنا، وإنه خلاصة لكل سيئاتنا.
هذا الذي قد قتل الكويت لم يأتي من فراغ، وإنما نحن صنعناه على مقياسنا. من حطم الكويت؟ من حطم الكويت؟ حطمها تلك الدكاكين التي تبيعنا الوحدة والقومية. حطمها عصر من التلوث الخلقي والتفسخ القومي والتلفيق والتصفيق والشراء والتصدير والتنظير والكتابة الأمية. حطمها الغرور والجنون والأنظمة الفردية، وألف ألف حاكم بأمره استبدل القرآن بالنازية، ومرسلون ما لهم رسالة، وأنبياء ما لهم قضية. لم تسقط الكويت إلا عندما تحول الفكر إلى زائدة دودية. لم تسقط الكويت إلا عندما تحول الفكر إلى زائدة دودية، وأصبحت أحرفنا من خشب، وأصبحت أفكارنا من خشب، وأصبحت شفاهنا ثلجية. لم تسقط الكويت إلا عندما تساقطت سنابل الحرية، وأصبحت دبابة واحدة قادرة أن تمضغ القانون في دقائق وتأكل الشرعية. من قتل الكويت في زمن القتل الجماعي الذي نعيشه؟ لا توجد المصادفة في زمن السادية العمياء والفاشية السوداء واللصوص والحكام والتجار والصيارفة. لا توجد المصادفة في زمن صارت به شعوبنا أرانبا مذعورة وخائفة. لا بيت للإنسان كي يسكنه إلا بقلب العاصفة. ستبعث الكويت من رمادها كطائر الفينيق، وتبدأ الرحلة من أولي. ستبعث الكويت من رمادها كطائر الفينيق وتبدأ الرحلة من أولها، ويرفع القلوع سندباد، وينبت العشب على دفاتر الأولاد، وتصرخ الأمواج في الخليج. حي على الجهاد. لابد في نهاية المطاف أن يثأر المقتول من قاتله، وأن يدور الحبل حول رقبة الجلاد.